اوعى، لانه وجودك عندهم بجوز يساعدنا للوصول لشي دينهم او يثبت براءة عمي غوار. لذلك ما حدا لازم يعرف انه عمي غوار اخذ تخفيضه وطلع من السجن، لانه ممكن يأذوه. اي نعم، بيأذوني بيأذوني. اي والله اللي بيضربه بوردة لا اضربه بوحده ستين صر ما يعطيها، وخير البر عاجله. ابو عنتر، الاحسن نشتغل بهدوء لغاية امل ما تقتنع انه ابوها بريء. وشلون بدك تم خريطة الهدوء؟ نحكي المساء، هلا اجوا البنات. اخي ابو الغور. أيوة. ابو الهنا، شو اتفقنا؟ اخي ابو الهنا، اني وحده منهم بنتك؟ حلوه. التنتين حلوين. طرفانيه. التنتين طرفانيات. معناتها اللي بالنص بدها تكون، اللي بالنص. ايه ما في حدا بالنص. مرحبا عمو ابو الهنا. اهلين حبيباتي، اهلا وسهلا. بعرفكم صديقي الصحفي رامز اللي واقف الى جنبي. شرفنا. هون سيد ابو عنتر، صديقي تبع عيد الصداقه اللي من 20 سنه ما شفته لليوم. شرفنا. انا حسنة وهي امال. اصبح هي. مين هي؟ البنت، قصدي البنت اللي بتشبه اخته لابو الهنا. لحقت وحكيت له قصتنا؟ انا ما بخبي شيء على اخي ابو عنتر. الله يعزك، اكثر مالك معسوس. تفضلوا تفضلوا. يلا شرف، تفضل تفضل تفضل. يا هون حسنا، يا هون افضل رامي، يا هون وانا لهون. اهلا وسهلا. شو بتحبوا تاكلوا؟ شنو الغدا اليوم؟ على حسابي. لا عمي ابو الهنا، اليوم على حسابي وغير يوم انت بتعزمنا. الحمد لله تأمنت عزيمة تانية. ولو على حسابك. شكرا. اليوم أنا فرحان، لا تنزعوا لي فرحتي. خلص خليها على أخي أبو الهنا اليوم. إيوة، ومو فرحة واحدة، فرحتين. فرحة أنه التقيت بصديقي وأخي أبو عنتر، وفرحة تانية أنه تصالحت أنا والست أمل. يعني بقى مشان هيك يعني شو بتحبوا تاكلوا اطلبوا اللي بدكن يا شنو على حسابي. خلص طالما على حسابك انت نقيلنا. طيب شو رأيكم، بتحبوا تجربوا السندويش هذا المدور؟ أمس دوقني يا رامز. شو اسمه رامز؟ همبرجر. شو قلت لك على الطريق؟ نحن وجايين على الطريق قال جاي على بال الهمبرجر. معناتها القلب على القلب. طق ايدك. خلاص خليه على ذوق أمل، همبرجر للكل. أبو عنتر دايق الهمبرجر انت؟ وبعرفه شخصيا، شنو لما بيكون عندنا غداء عمال بيجيبوا لنا همبرجر. شلون بيطلبوا؟ ما بعرف عمو رامز، انت اطلبوا للهمبرجر وانا بدفع. شنو اليوم على حسابي. ها مت تا هو خلي فهمك شو بدنا ناكل. اهلا وسهلا. خمسه همبرجر. بتحبوا مع ابو فريت؟ لا همبرجر. معلش شويه بطاطا معه. ايه بطاطا معه. شنو بيحبوا الهمبرجر؟ كترهم. حاضر. ناولوني هالكاتشب لهون. ركزي هلا، الكاتشب بده ركازي كمان. اسمحوا لي اقول كلمه، يمكن سمعانينا كثير. تفضل. انتوا التنتين قراب عن قلبي. شلونك يا عمو؟ لهلا ما ضربته. فيروزة. شو عمو جاهز؟ جاهز. وانت هلا شوفني شلون بدي اقول اليوم امرك مولاي. يلا يلا عمو يلا فوق. في وقت يا غلام. امرك مولاي. قل لي قائد جيشنا وين؟ روح شوف شغلك ولا عن شغلي. أنا مع البطل. أنه بطل؟ اللي قال أمرك مولاي. أصدق عمو غوار؟ أبو الهنا، أبو الهنا. لك إيه فوت. أمرك مولاي. شو هذا بالغور؟ شايف كل سلاح اللي هون كذب لك؟ شي خفيف، شي خفيف كتير. كلهم خشب يعني لزوم التمثيل.
شو اخي ابو الغور، شايف اخذت رجلك على التمثيل؟ بس وقفتك على المرسح موهوبه. شنو ليش ذكرتني بمارلون براندو؟ وقام يدفعوا لي كمان 50 ليرة كل ليلة. نعمة كريم، الحمد لله. نص معلقة سكر لأخي فانتر. أبو غوار شو أبو غوار، سادك تتذكر أني أنا بشربها دلعة؟ معقولة انسى يا أبو غوار؟ تفضل. يسلموا هديات إلهي. شو أنا صاحبك؟ هذا ترمو. شو يعني؟ كل يوم بيجي لعندك؟ ما قطعني ولا يوم. شايفك رح تبدلني فيه؟ لا يا أبو غوار، هذا بدال تحسين. الله يبعده ولا يسعده. بتعرف لوما رامز ما كنت وصلت لبنتي؟ يلي بتشبه أختك. تمام. أبو الهنا. مزبوط. حفظته بس وينك ما حبيته. شنو تحرش بأمل؟ إمتى؟ قدامك اللي قريبة للقلب. لا تخاف، ما بيقصد فيها شيء. لو كان بيقصد فيها شيء كانت بنتي خبطته. لك بري عليها، شنو مثل ما هي بنتك بعتبرها بنتي كمان. واللي بيقلها محل الكحل بعينك ببعش كرشه. لا تخاف عليها، هي باش من بعش. أنا قديش كنت خاف عليها. تصور أخي أبو غوار، كنت يعني روح أوقات بنص الليل مشان أطمن عليها من شباك أوضتي. بس الحمد لله هلأ مطمن. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين سيد رامز. تفضل عمي. أهلين سيد رامز. أهلين أبو عنتر. شو خاصين على بكير اليوم؟ إيه عمو، شنو يدي أخذ دور الأمير عنده مسلسل، والجمهور الليلة شوي قليل، شنو في مباراة يعني، قاموا اختصروا منها شوي. عم اقول يا حالي ليش ما فهمتها؟ حتى لو ما اختصروا منها ما بتنفهم. مزبوط. هلا انا قديش صرت ممثل فيها لهلا ما فهمت غير دوري تبع امرك مولاي. انت اللي محليها. شكرا. نعم. امان ليدي ديانا. نعم. شو بكي؟ وين سرحانة؟ قولتك بعد 20 سنة رح نبقى مع بعض. شو جاب هالسؤال على بالك؟ ما عم بيروح من بالي أبو الهنا وأبو عنتر. معقولة هالوفا 20 سنة وما ينسوا بعض؟ حبيبتي الناس ما عادل. ولا رامز اللي بديت صداقتهم تفاحة من 20 سنة، وأنا أبي 20 سنة ما يسأل علي. كيف بده يسأل عنك وما بيعرف وينك؟ المفروض أنت اللي كنتي تسألي عنه لأنك بتعرفي مكانه. إن شاء الله بينقبر مطرح ما هو. ولك حاج تقسي عليه حاج؟ حرام عليكي، يا ما بالحبس مظالم. ما في قاتل مظلوم شو ما كان سبب القتل. هلأ شلينا من هالسيرة واسمعي هالخبر. بريجيت باردو ترصد ملايين الدولارات لرعاية الكلاب الضالة. وين هو؟ ما وصلنا شي. ايه مو لازم نضل بالأول؟ أو بالضلالية بلعين البيضة والتأشيرة. أكيد عندهم سر مين قتل مرتي، وبس ينعرف السر بنتي ترجع لي. ايه طول لي بالك يا عمي. المشكلة الله ما طعمني دخيل اسمه غير صبيان. لو الله طعمني بنات كنت هلا بعطيك بنت من بناتي بدالها. بنتي قدام عيني ومحروم منها. يا ريتني ضليت بالحبس، ما كنت تعذبت هالقد. بتريدني اخذك هلا وروح دق بخوانيقهم هن ثلاثة ليقروا قدامك؟ إيه لا، مو طريقة. مو قلنا انه مو لازم يعرفوا انه عمي غوار طلع من الحبس؟ أبو الهنا، إيه هلا لوحدنا، بعدين ما لازم يعرفوا إنك التقيت فيه، وهيك منستفيد أكتر من ثقتهم فيك، لذلك لازم نشتغل بهدوء. ما باخده معي، وبروح بدق بخوانيقهم بهدوء، يعني بريلاكس. بتعرف أبو عنتر،
قديش كنت خايف انك تكون الى جانبهم، يعني هن مو الى جانبي، لانه عمو اللي بياكل من خبز السلطان بيضرب بسيفه. انا بضرب بسيف زقرتيه، والزقرتيه اخلاق ووفاء. الله محيي اصلك ابو عنتر. والقايل اصلا انا بالع الموس على الحدين، واذا اللقمه بدها تزلني ما بدي اياها. شو بتقصد ابو عنتر؟ عم شوف شغلات باطله وعم بسكت. مثل ايش؟ تزوير دفاتر ماليه، صفقات مشبوهه، لطيف، تهريب، رشاوي للتمرين، لطيف، ايه، والثلاثه عاملين كومبينا قال شعارها عواد الخبز والملح خبز الفطا. هلا اللي بده يصير انه انا ما عاد اكتب بالصفحه الثقافيه، بدي اكتب بالصفحه الاقتصاديه. يعني عمو اذا كان كتبت حضرتك بصفحه الاقتصاد ترجع البطاطا للعشر فرنكات؟ إيه لا صعب كتير. اسمع عمو، اكتب عن فلسطين، شنو رجعتها اسهل من رجعت البطاطا للعشر فرنكات. عمي انا بدي اكتب قصتك مع هدول الجماعه من اولها لاخرها ضمن حلقات، واذا ابو عنتر بيورد لي شويه معلومات مع شويه تفاصيل بيكون كتير منيح. انا جاهز للتوريد، الدفاتر المضروبه لحالها بترمي رقبتهم. شنو هن شو بيقدموا للماليه؟ بيقدموا للماليه دفاتر انهم خسرانين، لكن الدفاتر حقيقيه خافينها. طيب ليش ما بناخذ الدفاتر ومنسلمها للحكومه؟ وكيف بدنا نحصل عليها؟ نسرقهم اذا ابو عنتر بيدلنا وين مخبينهم. يعني لعيونه بكره بشمشم لك. بس يا جماعه هذا مو اسلوب قانوني. لكان قانوني انه انا انظلم 20 سنه بالحبس؟ اكيد لا. عال والدفاتر مو قانونيه، مشان هيك الاسلوب مو قانوني. المشكله انه انا مهنتي كصحفي ما بتسمح لي بهيك اساليب ملتويه. اخي تريك اللوي قلنا خلص، وانت عم اكتب بالجريده. شو بدي اطلع منها؟ حدا بيقول لك حكي شرايط؟ بيكفي انه نفضحهم ونقض مضجعهم. شو يقض مضجعهم؟ شو الفايده؟ جناب مطلط ناب. ايه ولو كان الرأي العام بيضل له تأثير، بعدين بكفي انه نحطهم بموقع إدانة. موقع شو؟ إدانة وقد مجعون. رامز انا مو خايف من نشر السلسلة، انا خايف عليك انت. هدول ناس كبار في البلد. كبار بنظر حالهم. لا، هدول حيتان وقادرين يؤذوك اذا خدشتهم، وانت بتعرف انهم واصلين ولهم اقنيتهم. طيب انت بتتصور انه كل الاقنية معهم؟ اكيد لا. عال معناته في وش ضو. لو كل الاقنية معهم انا بقلك انه الحال ميؤوس منها. يا استاذ الناس عم تستنى مين يحاسب هالاوباش. صحيح، بس نحن نحاسبهم يا رامز، في قانون بيحاسبهم. انت بتعرف تماما انهم قادرين يزوربوا على القانون، ولولا هيك ما كانوا استمروا لهلا. بعدين اذا نحن ما تصدينا لهم مين بده يتصدى لهم؟ استاذ مو انتو علمتونا انه الصحافة هي ضمير الناس وسلاح الكلمة؟ طيب اذا نحنا ما قلنا هالكلمة مين بده يقولها؟ خود الكلمة اللي انت مقدمها. حدثني عيسى بن هشام عن احفادي علي بابا قال. ايش هو هالحكي؟ انا ما عم احكي عن حدا معين، انا عم احكي حكاية بتجري احداثها ببلد وهمي هو سفلكونيا وبزمن وهمي. صحيح، بس مين ما قرا رح يفهم مين المقصود، وهذا هو المطلوب. بعدين هن ما رح يقدروا يطالونا لانه حتى الاسماء فيها توريه. لعبه التوريه والرمز عندك يا رامز مكشوفه تماما. استاذ رفض نشر هالسلسله وهلا بنزل بسرح بعربيه تفاح، اربح لي من غلبه هالصحافه. يا رامز برجع بقول لك انا مو رافض، انا خايف عليك من النتائج. نتائج من جوات الجريدة ولا من براتها؟ ليش هالسؤال؟ مشان حدد موقفي. أكيد أنا بقصد من براتها. خلاص أنا بانتظار هالنتائج، والحياة موقف والصوام بده يأورق. إيه إذا فادت الكلمة لازم نضل نكتب لتفيد. بعدين يا أستاذ مثل العجين يا بيلزق يا بيعلم.